من مخالفات الطهارة عند النساء. بعض النساء تؤخر الصلاة عن أول وقتها وهي تعلم أن الحيضة قادمة، يعني تشعر بأعراض الدورة، ألم المغص، وتعلم أن اليوم تنزل الدورة. أذن صلاة العصر، جلست نصف ساعة، نزلت الدورة. الآن صلاة العصر في ذمتها واجبة. طيب تصلي وقد نزلت؟ لا، تبقى في ذمتها إلى بعد الطهارة ثم تقضي صلاة العصر التي فاتتها. نزلت وكان قبل نزولها دخول وقت صلاة تستطيعين الصلاة وأجلت الصلاة، وهذا خطأ كبير. بعضهن أيضا تؤخر الغسل من الحيض، تأخير الغسل لو تعمدته بات مخرجا لها من الملة لو تعمدت، لأنها تؤخر ركنا من أركان الإسلام وتؤخره فلا تؤديه، وتعتبر بهذا الفعل تاركة للصلاة إن كانت تعلم الحكم. أما الجاهلة فلا حرج عليها وينبغي أن تتعلم. أيضا من المخالفات عند النساء وضع المناكير، والمناكير جمع منكر، وهو طلاء الأظافر. البعض منه ينزع مباشرة، قادرة تنزعه بيدها لأنه بلاستيك، وبعضه لون ثابت يحتاج إلى إزالته مواد كيميائية، وتأخذ المرأة تضعه ثم تتوضأ، ولكن أحد فروض الوضوء هي اليد، الأظافر منها لم يصلها الماء ولا تقبل صلاتها لو توضأت بالمناكير. لكن لو وضعت حناء، الحناء هل له جرم؟ لا، الحناء لون ينصبغ فيدخل في البشرة، لكن المناكير كالعجين ونحوه فيلزمها أن تزيله. وبعض النساء من المخالفات في الطهارة أنها لربما تذهب إلى الكوافير، يعني المزينات في المشاغل، فتريد أن تذهب إلى زواج في ليلة خميس أو جمعة. قالت المزينة: أنا عندي ما أستطيع أجملك إلا بعد العصر. فتكون المرأة على غير طهارة، فتضع المساحيق وتلف شعرها، ثم بعد ذلك أذن المغرب، قالت: إني لم أتوضأ، ومن فروض الوضوء غسل الوجه، ولو غسلت الوجه راحت 500 ريال على طول. أسأل المرأة تلك: دينك أم مساحيق؟ ما أكثر من ترسب في هذا الاختبار. لذا نقول لبعض المؤمنات: اتقين الله فتجملي بعد صلاة العشاء. أو المرأة تتأخر في الصلاة، فعياذا بالله، تأخير فرض إلى خروج وقته تعمد يخرج من الملة. من الأخطاء من المخالفات في الطهارة عند بعض النساء أيضا أنها إذا ولدت، والدم الذي يخرج بعد الولادة يسمى النفاس، يعتقد بعض النساء أن النفاس 40 يوما، ولذلك لا تصلي إلا بعد 40، وقد تطهر بعد 20، وتطهر بعد 30، تطهر بعد 7 أيام، تظن أنه 40 هذا الحد يجب أن تبلغ جميع النساء. هذا غير صحيح، 40 هذا هو أقصى مهلة تقف إليها المرأة، فإذا طهرت قبل ذلك وجب عليها الاغتسال وأداء الصلاة، وتصلي وتصوم وتحل لزوجها. ولذلك بعض النساء مسكينات تطهر ولا تصلي ظنا منها أنها لابد تكمل 40، وهذا جهل في الدين. فإذا انقطع الدم وتحقق الطهر وجب عليها الغسل وأداء الصلاة.